الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق الله على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خشيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المؤمنون يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي
صدها الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أجركم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نهيا وإليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى ونحن من الآمنين برحمة الله وكرمه آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات وما أرسل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما استفحناه من سبحان الله وبحمده وما صلينا على نبيك محمد صلى I can't control.
길었어.